مشاهدينا دائما وفي الفترة الأخيرة تحديدا تتطلع مصر لتكاتف الأيدي للبناء على الخطوة الهامة التي خرج بها مؤتمر كوب 27 للمناخ فيما يخص تمويل الخسائر والأضرار وأيضا حشد الدعم وتعزيز الثقة في لجنة التعاون الفني المعنية بالخسائر والأضرار وعملها باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق التقدم في هذا الملف قبل مؤتمر المناخ القادم بدبي كوب 28. وده بالفعل اللي تم استعراضه في جلسة تمويل الخسائر والأضرار ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي ببروكسل مع التطلع المصري لقرار من مؤتمر المناخ القادم يقدم في كوب 28 يقدم نتائج ملموسة حول تمويل خسائر وأضرار زي تحديد مثلا نماذج العمل ومصادر التمويل وضمان سهولة وصول البلدان النامية له والبناء كمان على الخطوة التاريخية المتفق عليها في مؤتمر كوب 27 للمناخ في شرم الشيخ بإعلان صندوق الخسائر والأضرار والاتفاق أيضا على تحقيق التقدم المطلوب في تفعيل آليات التمويل الجديدة والصندوق والعمل على اعتماد سياسة عامة وإطار عمل إرشادي لإعلانه في مؤتمر كوب 28 في دبي القادم بإذن الله. تفاصيل أكثر مشاهدينا نتكلم عنها مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات المناخية. دكتور عبد المسيح صباح الخير واهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم واهلا بيكي والساده المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك. نقدر نقول انه هذا الصندوق بيمثل بدايه العداله المناخيه مثلا، فاحنا محتاجين نعرف من حضرتك اهميه حسم تفاصيل هذا الصندوق لتحقيق الهدف منه. الحقيقه احد المخرجات التاريخيه بكل المقاييس لكوب 27 واعلام شرم الشيخ بفضل الدبلوماسيه المصريه الحقيقه اللي قامت بجهد كبير جدا وبدعم من فخامه الرئيس هو اقرار المؤتمر لصندوق الخسائر والاضرار. يمكن هذا الصندوق بيؤصل لدعم الدول الناميه والفقيره والمتضرره من تغير المناخ، ويمكن عاوز اقول لحضرتك من اهم القرارات التي صدرت عن محادثات للامم المتحده خلال 30 سنه الماضيه. زي ما حضرتك تفضلتي هذا الصندوق بيؤثر إلى فكرة العدالة المناخية اللي هي تحمل الأعباء، تحمل التكاليف بين الأمم وبين الأفراد، تداعيات تغير المناخ وأثاره، إنقاص هذه المخاطر. ويمكن العدالة المناخية بتأكد أيضا على عدالة بين الدول، عدالة بين الأجيال وعدالة اجتماعية، يعني كيف تكون الدول المسببة للتلوث هي الدول التي تنعم بالرفاهية بينما الدول الفقيرة التي ليست هي صانعة هذا التلوث هي أكثر تضررا. ويمكن من خلال كل التقارير اللي احنا بنطلع عليها ان الدول الأفريقية من أقل يعني الدول انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ولا تمثل اكثر من 4% من الانبعاثات بينما الدول العظمى كثيره التلوث زي الصين والولايات المتحده وغيرها بتطلع انبعاثات اكثر بكثير وهي المسؤوله باكثر من ثلث ملوثات او انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. هذا الصندوق الحقيقه لما تم التوافق عليه في قمه شرم الشيخ أكد على نقاط معينة وده الاجتماعات الوزارية اللي بتتم واجتماعات اللجان الفنية سواء نعم هو الاجتماع الذي كان بالأقصر تمام كان في اجتماع في الأقصر في مارس الماضي واجتماع أيضا أمس بيتوافقوا حول عدة آليات مهمة جدا. أول حاجة وده الأهم حقيقة في رأيي هو المصادر الخاصة بتمويل هذا الصندوق. ده يخليني برضو أسأل حضرتك دكتور عبد المسيح سمعان، يعني المطلوب في تحديد المعايير الخاصة لمصادر التمويل وأيضا يعني مصادر الصرف لتحقيق هذا الهدف المنتظر. دي نقطتين مهمة جدا في موضوع المعايير. أول حاجة معايير اللي هيتم في ضوءها اختيار الدول الفقيرة والدول الأكثر تضررا على أي أساس؟ سوف يعني هنقول دولة اكس او دولة واي تاخد كام وهي يعني عندها اضرار قد ايه، فده لابد ان يوضع معايير محددة للدول التي سوف تتأثر او متأثرة بشكل كبير جدا والدول الاقل والدول الاقل، وبالتالي هيتحط آلية لوضع الدول دي تشوف ايه هي المعايير اللي في ضوءها يتم تحديد الدول، ثم المعايير الخاصة بالصرف يعني كل دولة هتاخد كام وكل دولة هتاخد قد ايه من هذه التمويل. والنقطة الثالثة زي ما حضرتك تفضلت ما هي مصادر التمويل، هل ستكون من
خلال الحكومات او مؤسسات. بالضبط، الحكومات ولا مؤسسات ولا الشركات. نعم. يعني هناك طرح ايضا ان الشركات الملوثه هي التي تدفع يعني جزء من هذه التعويضات، يعني وخاصه الشركات الكبرى. شركات السيارات والعامله في الشركات الكبرى، يعني احنا بنتكلم في الدول الصناعيه الكبرى دكتور عبد المسيح. بالضبط، هي اللي هي جايه من الدول الصناعيه الكبرى. وبالتالي كل دي يعني ليس الموضوع بالسهولة، ولكن بيحتاج مفاوضات شاقة، لأن الدول في ظل الاقتصاديات الحالية وفي ظل الأزمات العالمية الاقتصاديات محملة بكثير من الأعباء. بالتأكيد، يعني هذا الموضوع دكتور عبد المسيح، يعني دعنا نقول الحديث بقية ونتابع كل المستجدات. هذا الموضوع الحثيث يجب أن يتابع لحظة بلحظة دائما. دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات المناخية، بشكرك جزيل الشكر وصباح الخير على حضرتك.